الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى وآله وصحبه المستحقين الشرف، وبعد، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من وعاشروهن بالمعروف. وزي ما تعودنا مع حضراتكم هنبدأ حلقتنا إن شاء الله بمشكلة من ضمن المشكلات الأسرية الزوجية، ونعود إليكم مرة أخرى لنبحث لها عن حل، فهيا بنا. أول الجواز كانت علاقتي بزوجي ممتازة، بعدين ابتديت تلاقي حماتي بتتصل تقولي أطبخ إيه ومطبخش إيه، أخته تتصل تقولي أنا حاسة إن هو متغير، أنتوا زعلانين، ولما أجي أسأله هو أنت ليه مش بتصارحني وتقولي باللي نفسك فيه، عايز تاكل إيه، زعلان مني ليه، يقولي عادي أنا متعود أفضفض معاهم، أنا مش عايزة أخده من أهله، لكن عايزاه وعايزاهم يفهموا إن علاقتي بابنهم علاقة خاصة ليها خصوصيتها، مش من حق حد يتدخل. أنا كده غلطانة؟ كنا اتكلمنا مع حضراتكم في المرة اللي فاتت عن الحقوق والواجبات التي بين الزوجين، ايه هو حق الزوج وايه هي الواجبات اللي عليه، وكذلك ايه هي حقوق الزوجة والواجبات اللي عليها. والنهاردة هنبدأ مع حضراتكم بإذن الله سبحانه وتعالى بذكر أهم الأسباب اللي بتؤدي للمشكلات بين الزوجين. والنهاردة زي ما حضراتكم سمعتم في مشكلة اليوم كانت بتتعلق بمسألة التدخل، التدخل من الأهل سواء أهل الزوج أو أهل الزوجة. التدخل ده متى يكون تدخل محمود ومتى يكون تدخل مذموم يترتب عليه المشكلات بين الزوجين، ممكن يوصل في النهاية إلى حدوث الطلاق ولا حول ولا قوة إلا بالله. خلونا بس نفرق بين نوعين، في حاجة اسمه تدخل محمود من الأهل وفي تدخل مذموم. ليه بنفرق؟ لأن مش كل التدخل محمود ومش كل التدخل مذموم. إيه هو التدخل المحمود؟ إمتى يكون تدخل الأهل سواء كان أهل الزوج أو أهل الزوجة بين الزوجين تدخل محمود يؤجر عليه؟ في حالة إن التدخل ده بيؤتي ثماره الطيبة، زي إيه؟ زي الزوج تعبان فأهل الزوجة أبوها أو أمها حماته أو حماه بيسألوا عنه، بيطمنوا عليه، بيروحوا لهم في المواسم، في رمضان، في الأعياد، في المناسبات، تتدخل، سؤال عاملين إيه؟ أخباركم إيه؟ جوزك ماله يا بنتي؟ عيان ولا مش عيان؟ ربنا يشفي؟ دي أسئلة، ده بنسميه تدخل في حياة الزوجين. ومفيش حد أبداً عاقل حكيم يقدر يقول إن التدخل ده مذموم. وللأسف الشديد كتير من الزوجات ما بتحبش النوع ده. فمثلاً من ضمن المشكلات اللي قابلتني إن واحدة تيجي تقول لجوزها هي أمك بتسأل عني ليه؟ هي مالها؟ أنا عيانة ولا مش عيانة؟ هي مالها؟ على فكرة اللي انت بتقوليه ده غلط، التدخل ده محمود تثاب عليه حماتك ويثاب عليه حماكي. ليه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بيقول من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ومن ضمن الحاجات الواجبة للمسلم على أخيه المسلم زيارته إذا كان مريضا وتشميت العاطس واتباع الجنائز إلى غير ذلك، يعني الأمور دي بيثاب عليها، تدخل محمود. نيجي بقى للجزئية التانية اللي هو بيسبب المشكلات بين الزوجين وممكن يوصل الموضوع للطلاق، فكرة التدخل المذموم اللي بتحصل بسببه المشكلات. ده بيكون في صورة ايه؟ في صورة ان الامهات بقى سواء ام الزوج او ام الزوجة بيتدخلوا في حياة ابنها او بتتدخل في حياة بنتها. عاوز اقول حاجة للامهات، بمجرد ما دخل الزوج والزوجة بيتهم وقفلوا على نفسهم الباب، باب الشقة، الستر هو الأساس فيما بينهم، ما ينفعش يخرجوا أسرارهم لبرة حتى لأمها وحتى لأمه حتى لأبوها وحتى لأبوه. إحنا ليه بنقول كده؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ما ينفعش النهاردة حماتك تيجي تسأل مراتك عن الأمور الخاصة فيما بينكم، هو جوزك بيصرف عليكي ولا لأ؟ هو بيدلعك ولا لأ؟ هو بيفسحك ولا لأ؟ هو إيه أخبار العلاقة بينكم؟ وتتكلم كمان الحما ممكن تتكلم في العلاقة الحميمية مع بنتها علشان تطمن عليها وعلشان تطمن على مستقبلها. والعكس تبص تلاقي ممكن أبو الزوج يتدخل في مثل هذه الأمور، يقول لابنه طمني إيه الأخبار، سبع ولا ضبع لمثل ذلك. الصور كتيرة جدا. التدخل دوت في النهاية بيحرج مين؟ بيحرج ابنك وبيحرج بنتك. ومن هنا ربنا سبحانه وتعالى وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذه الأمور،
نهى عنها ازاي؟ انه قال لنا ان فكرة الستر بين الزوجين هو الاصل، محدش يطلع الاخبار لبره، لا انت تقول عملت ايه مع مراتك ولا هي تقول عملت ايه مع جوزها الى غير ذلك. وهنا بقى بنوجه رسالة ونصيحة للامهات الحموات، سواء كانت حماتك او سواء كان حماتك. ايه هي النصيحة؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بيقول لكم الرسالة دي يا جماعة للحموات. سيدنا النبي بيقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ما تتدخليش في اللي ملكيش فيه، اسألي على بنتك واسألي على جوزها بطريقة ما تؤديش إلى إحراج، الخصوصيات ملكيش فيها، ليكي بس بالأمور العامة. وكذلك أيضا بالنسبة لأم الزوج، ما تتدخليش في اللي ملكيش فيه. ليه؟ اللي بيتدخل يا جماعة في اللي ملوش فيه بيسمع كلام لا يرضيه، هيترتب على الفعل رد فعل أسوأ، وبالتالي بندخل بقى في فكرة إن ممكن مرات ابنك ترد عليك بطريقة وحشة. وممكن، أنا بتكلم بقى دلوقتي عن والد البنت، ممكن جوز بنتك يرد عليك بطريقة سيئة. وهنا برضك بقول لكم حاجة مهمة جدا، لا تكيلوا بمكيالين يا جماعة. الحموات للأسف الشديد، ودي شفتها كتير جدا وحضراتكم شفتوها، فكرة ان احنا بنكيل بمكيالين. لو بنتك هي اللي متجوزة مش عايزة حماتها تتدخل في شؤونها، لكن انت بتحبي تتدخلي في شؤون جوز بنتك وبتحبي تتدخلي في شؤون مرات ابنك. يعني ايه؟ يعني مدام ابنك هو اللي متجوز فانت شايفة ان ليك الصلاحية وليك الحق ان انت تتدخلي في حياتهم. مراتك عملت النهاردة، طبخت ولا ما طبختش، سايباك جعان ولا شبعان، ولا 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 الأمور دي التدخل فيما لا يعني، ما ينفعش أصلا إن حضرتك تتدخلي في مثل هذه الأمور. لو بنتك هي اللي مكانها أنت نفسك مش هترضي إن حماتها تسألها نفس الأسئلة، يبقى إذن بنقول إيه؟ ما نكلش بمكيالين. وهنا برضك بوجه النصيحة تاني للحموات، سواء كان حمات الزوج أو حمات الزوجة. يا جماعة الخير، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ النهاردة ممكن تكون مرات ابنك قدمت لك حاجة طيبة، عملت لك أكلة، ما تروحيش بقى تقعدي تعيبي على أكلها وتقعدي تقولي لها إيه الأكل الوحش واوا أبدا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعيب طعاما قط. إحنا عاوزين نتعلم من سيدنا النبي، قولي لها تسلم إيدك، ربنا يديك الصحة ويبارك فيكي، والله الأكل حلو حتى ولو كان وحش. الكلمة دي في حد ذاتها بتفرق، الكلمة الطيبة صدقة. ونفس القصة برضك لحمات الزوج، النهاردة لما يبقى جوز بنتك جايلك بيقدم لك هدية في عيد الأم، أو جايلك وجايب معاه حاجة، قولي له تسلم إيدك، ربنا يبارك فيك، شكر الله لك، الكلام الطيب. لكن ما تبصيش للحاجة اللي هو جايبها لك على إنها قليلة وتقولي له إن فلان اللي هو جوز بنتك التانية ده جايب أحسن منك، ولا أنت ده اللي أنت قدرت عليه. الكلام اللي إحنا بنسمعه من الحموات، الكلام ده يا جماعة بيترتب عليه مشكلات بين الزوجين بعد ما بيروحوا من عندكم الزوج والزوجة. هي تقول له شفت أمك قالت إيه، وهو يقول لها شفتي أمك قالت إيه، وندخل بقى في فكرة العراك ما بين الزوجين اللي في الآخر هيصب في مصلحة الشيطان مش مصلحة الزوجين. نيجي بقى نقول حاجة مهمة يا جماعة الخير، ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما كان ربك نسيا. اللي ما ترضهوش لابنك ما ترضهوش لجوز بنتك. ممكن اللي انت بتعمليه النهاردة في مرات ابنك وممكن اللي انت بتعمليه النهاردة في جوز بنتك يتردلك في ابنك أو يتردلك في بنتك. وما كان ربك نسيا. وهنا بدخل لحتة مهمة جدا بتتعلق بمسألة من يتدخل للإصلاح. من يتدخل للإصلاح مين هم؟ هل صاحبي هو اللي يدخل بيني وبين مراتي؟ هل صاحبتي هي اللي بتدخل بيني وبين جوزي؟ زي ما بنلاقي شباب كتير جدا بيعمل، بيجنب الأهل، ما بيروحش للأهل، بيروح للأصحاب. ده خطأ فادح. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا مين؟ مش صاحبه ولا صاحبتها أبدا، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. أهلك اللي هم مين؟ أبوك أو أخوك. وأهلك اللي هم مين؟ أبوك أو أخوك. الرجالة، الرجالة هم اللي بيتدخلوا، الستات ملهاش في القصة دي يا جماعة. الرجالة هم اللي بيقعدوا أهل الحكمة وبيصلحوا بين الزوجين. وهنا بننبه على أمر مهم جدا بالنسبة للحكماء، النية الصادقة. ربنا سبحانه وتعالى يقول وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها.
إن يريد إصلاحا، النية الطيبة، يوفق الله بينهما. فالنية الصالحة للإصلاح، ربنا سبحانه وتعالى يحول هذه النية إلى إصلاح فعل بين الزوجين. وكلمة مهمة برضك بقولها، فكرة حسن الظن يا جماعة، حسن الظن بالأهل. النهاردة لما حماتك تقول لك كلمة، عاوزك تفهمي كويس جدا إن الكلمة اللي قالتها لك بتقولها بصدق، بمحبة ليكي، كأنك بنتها، فبتقولها لك علشان خايفة عليكي. سيدنا النبي بيقول لك إيه؟ إياكم وسوء الظن، فإن الظن أكذب الحديث. سوء الظن بالناس غلط، إن بعض الظن إثم. فمش كل كلمة حماتك هتقولها لك تاخديها على محمل سوء أبدا، خدي الكلمة على محمل طيبة وصدق وإخلاص، هتريحي نفسك. والعكس، مش كل كلمة حماتك هتقولها لك تاخدها على محمل إن هي بتستقل بيك أو بتستهتر بيك أو عاوزة تهزأك أبدا، خدها على محمل إن هي في مقام أمك. وهنا بنبه الزوجين على أمر خطير جدا، احترام الكبير يا جماعة. اوعي تفتكر إن حماتك ندي ليكي، دي في مقام أمك، وإنت اوعي تفتكر حماك ندي ليك أو صاحبك، ده في مقام أبوك. ليه بقول كده؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يوقر كبيرنا. ليس منا، مش من أخلاقنا إن إحنا ننزل الناس من منازلهم. حماك ده في مقام أبوك، تعامله بهذه الكيفية. وحماتك في مقام أمك، اوعي تعامليها زي واحدة صاحبتك. وبالتالي من اللي احنا بنشوفه من البنات، الشباب الصغير بيعامل حماته كأنها صاحبته، عاوز أي كلمة الكلمة بالكلمة، فلو قالت لي كذا فأنا هرد عليها بكذا. غلط. ونفس الفكرة برضك بالنسبة للشباب، لو حماه قال له كلمة هيرد عليه الكلمة بالكلمة. غلط، مفيش ندية. الاحترام هو الواجب، احترام الكبير جاءت به الشريعة الإسلامية. وهاجي أقول حاجة بقى أخيرة، فكرة الإصلاح نفسها يا جماعة الخير بننبه عليها، هو ده السبيل الوحيد اللي احنا بنلجأ إليه في حال حدوث خوف الشقاق ما بين الزوجين. خايفين إن هم هيسيبوا بعض، خايفين إن ممكن يحصل أي مشكلة بينهم، بنتوجه على طول بفكرة الإصلاح. في البداية بنسيب الزوج والزوجة يحاولوا إن هم يصلحوا مع نفسهم. طب ده ما حصلش، بنتدخل على طول. مين اللي بيتدخل؟ حكما من أهله وحكما من أهلها. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، وما تنسوش المشاركة بالأسئلة والتعليقات بخصوص هذا الموضوع الذي تكلمنا فيه اليوم، أو أي مشكلة زوجية بشكل عام. وإن شاء الله نشوفكم في حلقة جديدة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.